السلام عليكم. توفي أحد المواطنين بعد تأديته لصلاة الفجر مباشرة بمسجد الفرقان بولاية عنابة في حادثة أحزنت جميع المصلين وسكان المنطقة. وحسب المنشورات المتداولة، المواطن الفقيد يدعى الحاج راشيد ترابلي أدى صلاة الفجر جماعة رفقة جموع المصلين، وبعد خروجه من المسجد فجأة سقط على الأرض ليهب عدد من المصلين إليه لإنقاذه عند باب المسجد، وتم استدعاء مصالح الحماية المدنية والتي نقلته على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي، ولكن للأسف كان قد فارق الحياة وسط دهشة كل الحاضرين. وتداول ناشطون على مواقع فيسبوك صورة للراحل ودعوا له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.